وإلى لبنان، حيث أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود في شمال إسرائيل بطيارات مسيرة هجومية ومدفعية في إطار قصف طال مواقع عسكرية قرب الحدود بين البلدين. أوضح حزب الله أن مقاتلي هاجموا بواسطة 3 مسيرات هجومية مراكز تجمع جنود إسرائيليين غرب مدينة كريات شمونة. وفي استهداف آخر، هاجم مقاتلوه مراكز تجمع وانتشار جنود إسرائيليين غرب كريات شمونة بالقذائف المدفعية، مشيرا إلى أن مقاتلي حققوا إصابات مباشرة في الاستهدافين.